الناس اللي بتسأل على شغل هنا في دبي، من خلال تجربتي الصغيره كده، يعني خلال ما انا بلف على الشركات وكده، لقيت ان اكتر مجالين فعلا مطلوبين هنا والشركات بيبقوا محتاجينهم اتنين اكتر حاجه لقيتها. اول حاجه الريل استيت، العقارات، اي حاجه في العقارات، مهندس مدني، معماري، تسويق عقاري، مقاولات، صناعيه، عمال، اي حاجه بتخص المباني والعقارات مطلوبه قوي هنا. مفيش مبنى اخشه من المباني اللي قدامكم دي، شايفين المباني اللي قدامكم دي، انا هنا بدور في مجال هندسه الجرافيكس والبرمجه والكلام ده، تمام، والفيديو ايديتنج وكده. مفيش تاور او من برج من دول غير لما الاقي ريل استيت، عقارات 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 عقارات، كل دور مش اقل من 3-4 شركات عقارات. هو وتاني مجال هقول لكم عليه هو التجاره، تريدنج.